الخياري مشرف على منطقة حي الحسني. تصرف شركة الدار البيضاء البيئة على مواكبة عمل الفرق التي تتم جمع النفايات، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المقاطعة. كما خصصت الدار البيضاء البيئة وسائل لوجستية من مركبات وآلات حديثة لرش المبيدات، وسيتم التدخلات لهذه العملية 6 أيام قبل العيد ويوم العيد وثاني عيد، وستتم التدخلات في الشوارع الخاصة بحي الحسني وكذلك بالمساجد والمصليات التي تقام فيها صلاة العيد، كما أنها ستتم تدخلات لمحاربة الحشرات وإزالة الروائح الكريهة من الأسواق البلدية، وكذلك نقاط بيع الخروف. كما سيتم أول عيد وثاني عيد مواكبة فرق جمع النفايات اللي تابعة لشركة النظافة، أنها ملي غادي تزيل النفايات ديالها كيباشروا الفرق ديال الطروات دي أنها كتدير بالتطهير هذيك الأماكن اللي تحيدوا منهم لي زغديو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.